في الدوري السعودي قاد أتون رونالدو النصر نحو الفوز برباعية على الوحدة، وذلك بعد تسجيله لسوبر هاتريك متسخ في مرمى عبد القادر الذي يبحث عن زوجة ليكمل بها نصف دينه. وبعد هذا الهاتريك رونالدو يعادل عدد هاتريكات بوشكاش الذي لم أكن أعلم بها إلا أن عرفني بها حمدون. بعدما لم يستطع رونالدو التألق في الدوري السعودي، قرر ملاك النادي إحضار فيليني له كي يستطيع تسجيل بعض الأهداف عليه. رونالدو يحتاج هدف واحد ويعادل أهداف ميسي مع باريس في أول موسم له. ومهما غدلتك الحياة، تذكر أن رونالدو سجل سوبر هاتريك ضد فريق شعارهم كلاين فري فاير. صراحة لاعب النصر رقم 7 لاعب شاب وممتاز، لو استمر على هذا المستوى لا أستبعد أن يحترف في أوروبا من بوابة ريال بيتيس. من الوهلة الأولى ستظن أنه ممثل مصري يمثل في عام 1950، ولكنه في الحقيقة حارس الوحدة عبد القدوس الذي سجل عليه رونالدو سوبر هاتريك. حارس الوحدة الذي سجل عليه رونالدو 4 أهداف، حتى أهله لا يعرفون أنه حارس كرة قدم، كانوا يعتقدون أنه حارس سيارات، فإذا بهم يتفاجؤون بحراسته في مرمى ضد النصر. لا أعرف اسمه ولا اسم أخته، ولكنني متأكد أنه حسب الحماتنا قد استطاع تلخيص مسيرة حمد الله في مباراة واحدة. وفي هذه اللحظات وفي جميع بلدان العالم بداية توافد الحمادين وخروجهم من الجحر بعد مدة طويلة من الاختفاء. وحسب صحيفة حمدون عاشق الدون، فإن الدوري السعودي أفضل من الدوري الفرنسي. تكون مطمئن حتى تدخل لليوتيوب وتجد حمدون ناشر لك رونالدو يسجل سوبر هاتريك خرافي في مرمى مانشستر سيتي تحت أنظار غوارديولا وصدمة هالاند من المدرجات. أيقنت الآن أن مدرب النصر لا يفقه شيئا في كرة القدم. لو كان منزل رونالدو أساسي أمام الاتحاد لضامن لهم التأهل. وهذه صورة حصرية للحارس الذي سجل عليه رونالدو 4 أهداف.